الفنانة سهير البروني ندمت على أعمالها الفنية وتوفيت ابنتها في حادث ميكروباص. اسمها الحقيقي سهير محمد يوسف، ولدت يوم 5 ديسمبر عام 1937. نشأت في حي باب الشعرية بشارع الجيش. ظهرت موهبتها الفنية منذ الصغر، وكانت بدايتها الفنية في مدرسة غمرة الابتدائية، حيث اشتركت في الفرقة الموسيقية كعازفة كمان. في أحد الأيام أراد أحد أقاربها أن تنضم لمعهد التمثيل، هو الفنان عثمان محمد علي، أخذها معه للمعهد. وعندما حضرت الاختبارات بالصدفة، طلب منها أحد أساتذة المعهد إلقاء جملة، وبعدما انتهت من إلقاء الجملة أعلن فوزها بالمركز الأول رغم أنها لم تتقدم للمشاركة. لكونها حفيدة سليمان باشا الباروني، أحد كبار البارونية في ليبيا، ورفيق عمر المختار في كفاح ضد الاحتلال، فكانت صلة القرابة هذه عائق يقف أمام دخولها التمثيل، بجانب رفض والدتها أيضا. لكن سهير أخبرتها أنه يمكن أن تحضر معها العروض المسرحية الخاصة بالمعهد حتى تطمئن. وبعد انتهاء العرض عنفتها والدتها ونهارتها واتهمتها بأنها تتقصع أمام الجمهور، ولقنتها علقة ساخنة. أنقذها الجمهور من يد والدتها وحبستها لمدة عام في المنزل، ومع إلحاح المقربين من سهير، وأحدهم كان الموسيقار محمد الموجي الذي كان يعمل بمدرستها، وافقت الأم وكانت تحضر معها العروض وتصوير أفلامها. في يوم أخبرها مدير فرقة الريحاني برغبة بديع خيري في مقابلتها، وعندما قابلته أبدأ إعجابه بها وعرض عليها العمل في الفرقة ووافقت. لكن والدتها رفضت ذلك حتى أقنعها بديع خيري لتحقق بعد ذلك نجاحا كبيرا مع فرقة الريحاني. بعدها انتقلت للعمل في الإذاعة، ورشحها الفنان سراج منير للمخرج هنري بركات للمشاركة في فيلم أيام وليالي. شاركت بعدها في العديد من الأفلام مع كبار النجوم الفن وقتها، وحضرها المخرجين في كثير من الأعمال في دور العانس التي تألقت في تأديته. قدمت سهير البروني عدد كبير من الأعمال، أبرزها أفلام أيام وليالي وبين القصرين وقصر الشوق و30 يوم في السجن وأضواء المدينة وبنت اسمها محمود وفول الصين العظيم. أهم أعمالها تلفزيونيا لن أعيش في جلباب أبي، عصابة بابا وماما، ورأفت الهجان، وآخر أعمالها فرقة ناجي عطلة. أعلنت سهير البروني قبل وفاتها بأنها ندمت على المشاركة في بعض الأعمال الفنية، خاصة الأدوار التي ارتدت فيها بدلة رقص. قالت: مش راضية عن بدل الرقص التي لبستها، ومش راضية عن اللي عملته في الأفلام، وأنا ندمانة على أشياء كثيرة. كانت الفنانة سهير البروني تسكن بنفس الشارع الذي كانت تسكن فيه الفنانة الراحلة ماري منيب، وحدثت العديد من الخلافات مع بعضهما البعض بحكم الجيرة. كانت بعدها تقف سهير على سطح العمارة وتقوم بالردح لها، وفي إحدى المرات سمعت الأخيرة بعض الإهانات التي هي المقصودة بها، فحكت لوالدة سهير كل ما سمعته، فقامت الأخيرة بتلقين ابنتها سهير علقة سخنة ظلت تتذكرها طوال حياتها. في أحد حواراتها قالت البروني: لا أنسى من وقفوا بجانبي وسألوا عني في أزمتي، موضحة: لقد أصابني الحزن بعد رحيل ابنتي عفاف التي لقت مصرعها في حادث ميكروباص. ترك ابنها عمر في سن 14 وابنتها كريمة في سن 11 من عمرها. متابعة: لقد شعرت بالوحدة ولم أجد اهتماما من الآخرين بالأمر الذي جعلني أصاب بالاكتئاب. أضافت سهير البروني: لن أتسول عملا من أحد، إنني لا ألح على المخرجين ليتذكرونني بأي عمل، وإنما أنا أنتظرهم يعرضون علي السيناريوهات لقراءتها واختيار المناسب والأصلح لشخصيتي، الأمر الذي جعل المخرج إسماعيل عبد الحافظ يستعين بها في مسلسل للثروة حسابات أخرى، حيث وفر لها كل سبل الراحة أثناء تجسيدها الشخصية والدة البطلة التي جسدت دورها الفنانة نرمين الفقي، سيدة مسنة لا تستطيع الحركة بسهولة، وهو الأمر التي كانت تعاني منه الباروني بالفعل في حياتها. كانت الفنانة سهير تحب أن تسعد الناس وترسم البسمة على وجوههم، وكانت تعتبر نفسها بونبوناية. كان لديها 4 أشقاء، بينهم سناء الباروني واحدة من عضوات فرقة الثلاثي المرح. كانت متفوقة في الباليه والموسيقى خلال وجودها بالمدرسة،
من أصول ليبية واجهت صعوبة في بداية التحاقها بالوسط الفني. في إحدى المرات واجه شقيقتي موقفا محرجا في المدرسة بعدما أهانتها إحدى زميلاتها بسبب مهنة والدتي التي طلبتنا والدتنا بعدم إخبار أحد عن مهنتها. في إحدى الليالي ذهبت مع شقيقتها لتصفيف شعرها، وفوجئنا فور عودتنا بسكب الماء على شعرنا الذي صففناه بسبب التأخير، وقالت لنا لما الناس يشوفوكم راجعين دلوقتي يقولوا عليا إيه. كانت تقرأ كثيرا وفي الوقت ذاته لا يفارق القرآن يديها. كانت تحرص على أداء فريضة العمرة كل عام مع نقابة المهن التمثيلية، وكانت تحزن كثيرا إذ لم تجد اسمها. كانت مرهفة الحس، فقد أبكاها الفنان القدير عادل أدهم في مشهد من فيلم آه يا ليل يا زمن عندما قال لها روحي مصر وسيبي بنتك في الخزنة. وأيضا أبكتها الفنانة شريهان في أحد مشاهد مسرحية شارع محمد علي. في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي أضافت مشهد الجاتو، ودائما كانت تقول أستطيع أن أقدم أي دور وأتقنه. في فيلم فول الصين العظيم كانت مساحة دورها أكبر مما ظهر، ولكنه مدة الفيلم تسببت في تقليص بعض مشاهدها، ولكن بالرغم من صغر مساحة دورها فإن أغنية وأنا عاملة نفسي نايمة ما زالت تتردد حتى الآن. حينما كان يعرض عليها دور صغير كانت تقول هقبله عادي، لذا شاركت مثلا في فيلم قصة الحي الشعبي في مشهد صغير جدا. قد عانت الفنانة في آخر أيامها من الإهمال وتخلي الجميع عنها، وقالت لن أتسول عملا من أحد، فكانت تعشق الفن وتتمنى أن تمثل حتى آخر لحظتها. كما عانت في آخر أيامها من أعراض الشيخوخة المزمنة والتوتر العصبي والاكتئاب، خاصة بعد إهمال الكل لها. رحلت في 31 يناير عام 2012 عن عمر ناهز 75 عاما. رغم أن الراحلة فارقت الحياة عن عمر 75 عاما، كانت تتمتع بمرونة شديدة في قبولها للأدوار التي تعرض عليها، إلا أنها أيضا كانت تعاني من عدم استعانة المخرجين بها في أدوار كثيرة، حيث لم تقدم خلال مشوارها الفني الطويل في عدد السنوات سوى 70 عملا، فقد تنوعت بين السينما والتلفزيون والمسرح. على هذا أيضا ظهر في العزاء الذي أقيم لها بمسجد الكواكبي خميس كان حاليا من النجوم من زملائها ولم يحضروا سوى عدد قليل جدا، كانت شاهد غياب عدد ممن كان متوقع حضورهم، حيث تعاملت معهم ومنهم وردة الجزائرية والفنانة الكبيرة نادية لطفي وهاني رمزي وهالة فاخر. لم تترك الباروني شيئا إلا وتحدثت عنه، فكانت كثيرة الضحك والهزار. وعن قبلات الفنانين في الأفلام قالت القبلة زمان كان فيها حياة، إنما دلوقتي عيني عينك. في أواخر أيامها تمنت الباروني أن تدخل الجنة، وندمت على مشوارها الفني كله وارتدائها بدلات الرقص في بعض الأفلام، معتبرة أنها لم تأخذ حقها في التمثيل، فكانت تظهر في دور صاحبة البطلة وليس البطلة نفسها، وهذا ما كان يسبب لها أزمة طول مشوارها الفني.